الشعور بالخطر تعرفه هيئات الصحة بأنه إحساس أو انطباع بأن شيئاً مأساوياً على وشك الحدوث. هذا التعريف يفترض معرفة ولو بسيطة بما يسبب الضرر وما هو آمن. ربما لهذا السبب تحديداً يكون الأطفال أكثر مغامرة من غيرهم، لأن معرفتهم وخبرتهم أيضاً بما هو ضار وما هو نافع أقل كثيراً من الناضجين، وهو الأمر الذي يدفع الأطفال إلى الإقدام على أفعال غير محسوبة. اللعب في مكابس الكهرباء، وضع أيديهم في النار، أو حتى الاقتراب من عاصفة رملية. المشهد الذي رأيناه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من سلطنة عمان، ويبدو أن ناشره ليس من دول الخليج العربي، لأنه على الرغم مما يبدو من خطورة ما فعله الأطفال على حياتهم، إلا أن التعليقات على هذا المقطع من الخليجيين لم تستغرب كثيرا الأمر. فمثلا هزيم الوسيمة الذي قال: هذه الملاهي حقتنا زمان، كنا نقطع كيلوات على رجولنا نلعب وسطه. بدر العتيبي الذي قال أيضا: كنا نركض وسطه زمان عادي. أما محمد من عمان الذي قال: فضول أطفال. لكن حساب آخر باسم فاهي غرد قائلا: اللي يركضون مو أطفال، واضح إنهم كبار في سيارة موقفة بنص العاصفة. ملاحظة دقيقة يا فاهي جعلتنا نلقي نظرة أخرى على الفيديو، لنجد أن هنالك بالفعل سيارة تقف بالقرب منه، كما أن أحد المستخدمين نشر فيديو في التعليقات لإعصار مشابه دمر سيارة بالفعل. فلنشاهد. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السمك في الهواء مثل الباغة. لا إله إلا الله. اليوم جانا اعصار فريجن وعياذ بالله، الله يكون شر. هذا السيارة تقول لها سنين طيارة، غير العزب اللي تكسرت. يبدو أن القصة ليست كما كانت تبدو، فهم ليسوا أطفالا يلعبون بداخل الإعصار. ومع ذلك فإن دخول الأطفال لمثل هذه الأعاصير أمر معتاد في بعض البلاد، وهو أمر شديد الخطورة. أخبرنا، ما هي أخطر الألعاب التي كنت تمارسها في طفولتك؟